كريب شانتيه، كريب شانتيه البودر الخام. اما اعمل كريب شانتيه عشان ينجح معايا اقول كريب شانتيه بودر خام. نقول مقاديرنا، عندي 200 جرام من الكريب شانتيه البودر الخام، عندي 250 مللي من الماء المثلج، 250 مللي من الماء المثلج كوبايه، وال200 جرام شانتيه يعني كوبايه، عندي 100 جرام من السكر. في لو حضرتك عندك الكريمه اللي فيها سكر مفيش مشاكل نشيل السكر، لكن انا بفضل الكريمه الخام، القوام بتاعها بيكون افضل ويديني كميه اكتر. طيب من الكريم شانتيه حضراتكم اهو الباودر ده ال 200 جرام. بسم الله. بص حضراتكم دي الكريم شانتيه اهي، انا بنزل كده ايه بالراحه خالص اهي، شايفين حضراتكم اهي. بعد كده باخد مباشره السكر، تمام، عشان عندي الكريمه الخام خدت مقدار السكر. عندي الماء المثلج، انا بحط تلج حضراتكم، هات لي مصفى يا احمد، بحط تلج في الميه بتاعتي، مش هنبقى عندنا تلج ومثلا نكسره عشان اسهل، لو انت عندك تلج وكسرتيه مثلا او تلج مجروش ينفع احط عشان ما يكسرش المضرب بتاعي. الافضل والصح ان انا بجيب تلج واخلي التلج يعيش شويه كده مع الميه زي قدام حضراتكم اهو، تمام، علشان يديني البروده اللي هتطلع لي الكريمه. لا ما هو بص حضراتكم انا بعمل ايه اهي علشان التلج. بص حضراتكم التلج هيصف معايا فين في الاخر، شايفين حضراتكم اهو دي مي الميه المثلجه، لازم عشان الكريم شانتيه. هات لي تلج ميه بتلج تاني يا احمد. دايما انا بقول لحضراتكم لما بشتغل المقادير بتاعت الميه او السوائل انا دايما بخلي الاقل. في نقطه هنا مهمه، مقدار الكريم شانتيه اللي بشتغل عليه للتبطيس لازم اتاكد وانا بشتغل اكون حريص ان الكريمه عندي تكون شديده. في التبطيس عندي محتاج كريمه شديده علشان لما اجي ابطس الكيكه تساعدني، لو الكريمه سفت قوي او طريه مش هتساعدني في التبطيس، مش هيعمل الكفر، متفقين؟ فالكريمه معايا اهي شايفين عامله ازاي ما شاء الله؟ ايوه جامده اهي شديده، واسيبها تضرب كمان شويه. ممكن اطعمها بميه، لو انا عايز ادي ميه تلج تاني ادي، هي لسه ما اشتغلتش معايا، لسه هتفور وتعلى معايا تعمل فوم عالي قوي، بس احنا بنقولها خطوه خطوه. كريمه، نبص على الكريمه عشان هبدا الون اخد الجناش بتاعي اللي هعمل بيه التبطيس. نبص كده مع بعض. بسم الله. الكريمه عندي اهي جامده ومطمن عليها وتمام وزي الفل. هبدا اعمل ايه؟ ناخد البوله بتاعتنا اللي انا هلون فيها الكريمه اللي احنا قلنا المقدار بتاع الكريم التبطيس، دي كريمه التبطيس او الحشو. طيب الحشو ايه اللي بيفرق عن الحشو وعن التبطيس؟ يفرق كتير. التبطيس هنا حضراتكم الجناش بخليه مش قليل، بخلي الجناش كتير. ليه؟ انا عايز استخدم الجناش كقوه، يعمل لي عظم، يعمل لي عصب كده للكيكه، فاهمين حضرتك؟ لكن لو انا كترت الجناش مع الحشو كريم شانتيه في المقدار هنلاقي العكس، في مقدار مختلف شويه. ليه حضراتكم؟ عشان الجناش لما بيخش بيخش معايا التلاجه ما يقطمش، عايز استطعم كده القطعه بتاعت التورتايه او الجاتوه تكون كويسه. شايفين القوام حضراتكم اهو؟ دي الكريمه، تمام؟ بعمل ايه بعد